بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب يا رب إذا ما شئت سهلا. نبدأ بالله تعالى التوفيق. معاكم مستر حسام إبراهيم، وفي حلقة النهاردة إن شاء الله هنحل نموذج بوكلت على الباب الأول كيمياء للصف الثاني الثانوي، كتاب الامتحان صفحة 58. ورقة وقلم وكشكول الملاحظات، ما تنساش التم بتاعتنا في الكومنتات علشان يجيلك كل جديد، وتنضم لجروبنا على الفيس كيمستري الحسام. نبدأ بسم الله ونتوكل على الله بالسؤال رقم 1. بيقول لك: عند ترك عينة كتلتها 1 جرام من نظير الفوسفور 35 لمدة 14 يوم، وجد أن كتلة العينة قد قلت إلى النصف، كتلتها قلت للنصف، لا تتفق الملاحظة السابقة مع؟ أكيد مش هتتفق مع ديموقراطس، لأن ديموقراطس ما يعني إيه دخل إنك تسيب 1 جرام من الفوسفور 14 يوم ترجع تلاقيه قل النص. يبقى ده لا تتفق الملاحظة مع ديموقراطس، ولا تتفق مع بويل اللي قالك إن العنصر مادة لا يمكن تحليلها، ما هو أبسط منها بالطرق العادية المعروفة. وبرده لا تتفق مع دالتون اللي قالك إن كتل المواد بتفضل ثابتة ما بتتغيرش. وما بالك بقى لما حد يعرفه ان الفوسفور الواحد جرام منه لما سبناه 14 يوم قل النص. فطبعا كل دول لا يتفقوا هذه الملاحظه على هذا الكلام. يبقى ديموقراطس، بويل، دالتون لا يتفق هذه الملحوظه السابقه معاهم. السؤال رقم 2 انا بعتبره من الاسئله الخداعه. بيقول لك ايه: استنتج رذرفورد من تجربه جيجر ومارسدن ان الجزء الكثيف من الذرة يتضمن بروتونات ونيوترونات. عارف لو كانت الإجابة لغاية البروتونات فقط كنت زمان أقول لك أيوة ده اعتبرها صح، بس النيوترونات دي محدش اكتشفها أيام رذرفورد أو جيجر مارسدن، إنما اللي اكتشفها عالم اسمه تشاد ويك. سجل طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب، ولكن دي معلومات إسرائيلية من بنك المعرفة محتاج ان المستر يكون قايلك عليها، فانت برضو سجلها عندك في الكتاب ان النيترونات هو العالم تشاد ويك. طب يبقى كده انا هستبعد دي لبس مجرد ان هو قال لي ان رذرفورد استنتج او قالوا ان في حاجة اسمها نيترونات، ونيترونات ما اتقالتش منهم انما اتقالت من العالم تشاد ويك. طب الجزء الخفيف من الذرة، طبعا الجزء الكثيف ده قصده النواة، تمام؟ طب الجزء الخفيف من الذرة يوجد بالنواة؟ لا طبعا، مين قالك ده الجزء الكثيف الأعلى كثافة ده كان من النواة ويوجد في منتصف الذرة؟ فالإجابة دي برضو خاطئة. بيقولك إن كتلة الإلكترون أقل بكثير من كتلة النيترون، ما برضو لسه بقولك إن النيترون دول ملهاش علاقة برذرفورد أو جيجر مارسدن خالص، ليها علاقة بالعالم تشاد ويك وما كانش ساعتها موجود. طيب العلف الأشعة الكاثود هي سيل من الإلكترونات الموجودة في كل المواد، يعني بطريقة تانية إن فعلا لما رذرفورد كان كاتب من الفرود قالك إن إن المادة أو الذرة بتحتوي على إلكترونات سالبة الشحنة. هنا بيقولك نفس الجملة بس بطريقة مختلفة، وهي إن أشعة الكاثود هي سيل من الإلكترونات الموجودة في كل المواد، يعني الإلكترونات موجودة في كل المواد. يبقى دي أنسب إجابة وأدق إجابة بتناسب جملة استنتاج رذرفورد من تجربة جيجر ومارسدن. نخش على السؤال رقم 3. ما الذي يعبر عنه الشكل المقابل؟ الشكل المقابل عامل زي الدبور كده، واحد بيدور، واحد فوق وواحد تحت، جميل؟ ده يفكرك، انا بصراحة اول ما شفت كده على طول جه في دماغي الكم المخزلي اللي هو موجب نص وسالب نص، واحد بيدور فوق كده مع عقارب الساعة والتاني عكس عقارب الساعة، ده اللي جه في دماغي. طب تعالى كده نشوف الاختيارات بتقول لك ايه. هل يا ترى ده بيعبر عن تركيب ذرة الهيليوم HE2؟ يعني لان انت عارف ان الهيليوم فيه 2 الكترون، وارد والله ممكن، بس تعالى نكمل للاخر. بيقول لك ان الكتروني الاوربيتال بي اكس يكون في حالة غزل معاكس. جيم الكتروني الاوربيتال الواحد يحملان نفس الشحنة، دال مبدأ بولي الاستبعاد. اولا دي بره خالص مبدأ بولي الاستبعاد. قلنا امتى مبدأ بولي الاستبعاد؟ انه لا يوجد الكترونان في نفس الذرة لهم نفس اعداد الكم الاربعة، خلاص؟ فدي بره خالص ملناش علاقة بيها. تاني حاجة بص كده، ليه قالك ليه هنستبعد الف؟ اولا الف ذرة هيليوم HE2 صح؟ يعني 1s كام؟ 2. يعني شكل الاوربيتال الاس شكله كروي مش كمثر الشكل زي ما حضرتك شايف هنا، فبالتالي هستبعد الف.
هخش على الإجابة جيم، إلكتروني الأوربيتال الواحد يحملان نفس الشحنة. دي برضو ما تمشيش معايا. يعني إيه نفس الشحنة؟ شحنة مثلا سالبة، ليه هو إلكتروني الأوربيتال؟ ما احنا عارفين إن أي إلكترون في الدنيا سالب الشحنة. هل يا ترى الرسمة دي اللي قالت لي على كده؟ لا برضو. طيب يبقى كده اذا الاجابه ب، الكتروني الاوربيتال بي اكس ادي كمثر الشكل يكون في حاله غزل معاكس، واحد مع عقارب الساعه واحد عكس عقارب الساعه. اجابه منطقيه جدا وتدل على الرسم اللي قدام. السؤال رقم 4، ما العدد الذري للعنصر الذي يحتوي على عدد كم رئيسي ان بتساوي 3 فيه على 13 الكترون؟ فهمسك ورقتي الفاضيه، وهو بيقول لي المستوى ان ب3، الان ب3 ده في اللي هو المستوى الطاقه الرئيسي بتاع 13 الكترون. فاقوم انا بكل بساطه كده اقول له طالما الان بتساوي 3 يعني ده هيشمل ايه؟ اجيب القلم الثاني. بيقول لك ان الان بتساوي 3 ده معناه ان انت دلوقتي المستوى الثالث اللي هو ال 3s ال 3b ال 3d، المستوى الثالث ده فيه 13 الكترون، يعني هنا في 2 وهنا في 6، املى بقى 8، يبقى كام على 13؟ في 5، احط ال 5 هنا، يبقى 5 و6 11 و2 13. طب ما يلا نوزع بقى، يعني نوزع بقى خالص، نجيب من الاول للاخر. يعني هقول له 1s 2s 2b 3s 3b 4s 3d. فاقوم احط هنا اللي هو الطبيعي خالص، 2 2 6 2 6 2، اجمع هنا التو بي اهو 6، 2 و2 4 6 10، 10 و2 12 18 20 25 الكترون. يبقى عندي الاجابه هنا 25 الكترون. السؤال رقم 5، بيقول لك النسبة المئوية التقريبية المحتملة لإمكانية تحديد الموضع الصحيح لإلكترون كتلته 9 × 10^-31 وسرعته 300 متر على الثانية بتصل إلى إيه؟ واحد ممكن يبص على السؤال ده على إنه مسألة، هي ولا مسألة ولا حاجة. مش إحنا خدنا إن مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج يستحيل عمليا تحديد موضع الإلكترون وسرعته أو موقع الإلكترون وسرعته معا بدقة؟ صح الكلام؟ مش ده كان مبدأ عدم التأكد؟ طب يبقى احتمال إمكانية تحديد الموضع ده أكيد احتمال ضعيف جدا جدا جدا. يبقى إذا إجابتنا 1% كبير، وده كبير وده كبير، ده هاخد أقل نسبة اللي هي 1 من 1000% إن أنا أقدر نعمل حاجة زي كده. السؤال رقم 6، ماذا يحدث للإلكترون كلما ازداد بعد الأوربيتال الذي يوجد فيه عن النواة؟ هقول لك على معلومة مهمة جدا، وهي ان كل ما الالكترون يبعد عن النواة كل ما يطلع من نطاق حركة مين؟ جاذبية النواة. بالظبط عاوز اوصلها لك بطريقة تانية، اللي هي عارفين انتوا كوكب بلوتو، الكوكب اللي هو التاسع اللي بعد خالص عن النظام الشمسي، اللي حصل له هو اصلا كوكب صغير وبعيد قوي عن الشمس، فجي في لحظة حركته طبعا بيلف في ايه؟ في وقت كبير جدا عشان يلف لفة واحدة، فطبعا حركته كانت بطيئه وفي نفس الوقت بعيد عن جاذبيه الشمس، فطلع قدر ان هو ايه؟ يخرج منها. طيب نفس الفكره، كل ما الالكترون يبعد عن النواه طاقه حركته بتقل. طب وخلي بالك من حاجه، ان طاقه الحركه ليها علاقه عكسيه مع طاقه الوضع، ما طاقه الوضع يعني السكون وطاقه الحركه يعني الحركه، فلما تقل طاقه الحركه بتزداد طاقه الوضع. يبقى الاجابه ب. السؤال رقم 7، بيقول لك ما أقصى عدد من الإلكترونات يمكن أن يكون لها أعداد الكم الآتية؟ هو بيقول لك الـ N ب3، وقال لك الـ L ب1، والـ M L ب-1. أنا عاوز أشوف كم إلكترون ممكن يبقى ليه 3 أعداد الكم دول. هنا الـ N ب3 يعني 3B، الـ L ب1 طبعًا الـ N ب3 يعني 3، والـ L ب1 يبقى الـ B بتاعتي على طول. ال ام ال المستر قال لي اول ما اقول لك ال ام ال او افتح الاوض بتاعه البي وارقمها، ادي 0 سالب 1 وهنا موجب 1، يبقى الالكترون واقع هنا. طب يبقى هنا كده، هل يا ترى هنا ممكن يبقى فيه الكترون تاني؟ صح، الالكترون التاني ده طبعا بعد ما يحصل الزواج، يعني احتمال، يعني اقصد يعني هيبقى كده مثلا يبقى في واحد هنا، مش الالكترون ده وده هيبقى ليهم هنا ال ان بتساوي 3 وهنا ال ان بتساوي 3؟
الالكترون ده وده ال ال هنا هتساوي واحد وال ال هنا هتساوي واحد. الالكترون ده وده مش الام ال بسالب واحد وهنا الام ال بسالب واحد. يبقى ايه احتمال او اقصى عدد من الالكترونات ممكن يبقى ليهم نفس دول؟ هما 2 الكترون بس، وهي دي الاجابه دي. نخش على السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بيقول لك الكترونات مستوى الطاقه الاخير في ذره النيون تشغل عدة أوربيتالات لها شكلين مختلفين، أي من الاختيارات الآتية تعبر تعبيرا صحيحا عن إحدى هذه الأوربيتالات؟ أنت عارف إن النيون إن إيه 10، فبالتالي لما أجي أوزعه يبقى 1s2 2s2 2b6، يعني عندك 10 إلكترونات أهو. كلام جميل جدا، يعني عندي الشكل الكروي وعندي الشكل الكمثري اللي هو بتاع البي، صح ولا لا؟ تمام. فهو مدي لك اشكال وفي نفس الوقت مديك طاقتها، يعني بطاقه باقي الاوربيتالات. فالمقارنه عندك ما بين شكل الاوربيتال وطاقه هذا الاوربيتال مقارنه بالباقي. هنا الاوربيتال ده مش انت عندك ال2 بي اعلى في الطاقه من ال2 اس واعلى في الطاقه من ال1 اس؟ عرفنا ازاي؟ من القانون ان زائد ال. هنا ال2 بي طاقته ب3 لان 2 زائد 1 ب3، وهنا ال2 اس ب2، 2 زائد 0 ب2، وهنا 1 اس 1 زائد 0 بكام؟ ب1. تمام. طب هل يا ترى هنا بيقول لك الاوربيتال ده يبقى ده قصده على البي اكبر من الباقي؟ ايوه طبعا هي دي الاجابه الصحيحه. هل الاس اكبر من الباقي؟ لا طبعا غلط، ده انت عندك التو بي اعلى. هل يا ترى ده اقل من الباقي؟ لا طبعا، ده البي، ده الاعلى. هل الكروي اقل منهم او مساوي ليهم؟ لا هو مش مساوي ليهم، ممكن يكون اقل بس مش مساوي ليهم. السؤال رقم 9، ما الذي يعبر عنه اكس في الشكل المقابل؟ الرسمه دي بتفكرنا بجزء في الشرح خدناه كان ليه علاقه بالعالم شرودنجر، حابب ان انا اوريه لك. فاكر الجزء ده؟ كان فيه الجزء المنقط الكبير ده كان بيدل على الاوربيتال ولا السحابه؟ لا يا مستر، الجزء الكثيف ده كان بيدل على الاوربيتال اللي هو منطقه داخل السحابه الالكترونيه يزداد احتمال الالكترون فيها. طب كلام جميل قوي، نيجي نكمل هنا. هل يا ترى عنصر اكس اللي هو المنقط جامد ده اللي انت شايفه ده عامل لك زوم بيعبر عن سحابة الكترونية؟ اقوله لا، مع السلامة مش تبعي. طب يا ترى بيعبر عن الاوربيتال 2 بي؟ هقوله لا برضو. ليه؟ لان ال 2 بي هو شكله كمثري الشكل. الاوربيتال 2 اس يمشي 2 اس، ادي 1 اس وادي 2 اس، ادي الشكل الكروي ده وادي الشكل الكروي ده، يبقى هنا 2 اس الاوربيتال 2 اس. ولا المدار الثاني في ذرة الهيدروجين؟ لا طبعا، الشكل ده بيعرفني الاوربيتال 2 اس اللي هو الشكل الكروي ده اكثر دقه، يعني ده اكثر الاجابه. الاوربيتال 2 اس ده اكثر توضيح ان هو الشكل الكروي، ادي الاول وادي الثاني ومش سحابه الكترونيه وشكل منقط ده، يعني عاوز صراحه كده بيقول لك خلي بالك انا اوربيتال، بيقول لك انا الاوربيتال المنطقه اللي موجوده في السحابه اللي بيزداد احتمال تواجد الالكترون فيها، هي دي اللي عاوز يشير لك اليها. السؤال رقم 10، عند مقارنة الطاقة وشحنة الإلكترونات في مستوى الطاقة K في ذرة البريليوم، فإن إلكترونات مستوى الطاقة اللي بتكون، أول حاجة همسك عنصر البريليوم وأقوم موزعه. طب يا مستر أنا مش حافظ على عنصر البريليوم كام؟ البريليوم 4. تروح تجيبه من جدول الدوري أو إنك تبحث عنه، أو إن المفروض أصلا الحاجات دي تكون حافظها، زي البريليوم والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والليثيوم والبريليوم والبورون والحاجات دي، أو ألمونيوم، الكلام ده انت مفروض تبقى عارفه. طيب هنا البريليوم 4 1s2 2s2، هو السؤال بيقول لك عند مقارنه طاقه وشحنه الالكترونات في مستوى الطاقه كي، ده المستوى الاولاني اهو اللي هو كده، بالنسبه للمستوى الطاقه 2 اللي هو المستوى الطاقه ال، فان الكترونات مستوى الطاقه ال بتكون اقل في الطاقه، يعني 2s اقل في الطاقه من ال1s، ده كلام برضو، يبقى دي مع السلامه ودي مع السلامه. طب يا ترى الكترونات مستوى الطاقه ال، حاضر، مالها؟ اعلى في الطاقه، اعلى في الطاقه، يبقى دي تمشي ودي تمشي. طب يا ترى اعلى في الطاقه ولها نفس قيمه الان؟ ليه؟ هو انت شايف هنا 2s و 2s، فهم ده 1 وده 2 يبقى مختلفين، يبقى اعلى في الطاقه ولها نفس الشحنه. السؤال رقم 11، اي من التوزيعات الالكترونيه الاتيه تتعارض مع مبدا البناء التصاعدي؟ مبدا البناء التصاعدي ان احنا نملى الاول ذات الطاقه المنخفضه ثم الطاقه المرتفعه. جميل، السؤال ده اتكرر كذا مرة وحابب ان انا الخص الدنيا دي كلها كده في الورقة دي. بص يا سيدي معايا، انت عندك مبدأ بناء تصاعدي، اول ما يقول لك عندي اهو مبدأ بناء
تصاعدي، سجل الملحوظات دي في الكشكول عندك. وعندك قاعدة هوند، وعندك مبدأ الاستبعاد لبولي، تمام كده؟ مبدأ الاستبعاد لبولي، لو لقيت في اوربيتال الشكل اللي انت شايفه ده، لو لقيت في اوربيتال اتجاهين الالكترون في نفس الاتجاه كده طالعين لفوق مع بعض او نازلين مع بعض، يبقى لو انت لقيت اوربيتال في 2 الكترون بالشكل ده مع بعض يبقى ده معارض مع الاستبعاد لبولي، مش مع حاجة تاني. طيب قاعدة هوند، لما تلاقي في الاوربيتال معين عامل كده 1 2 3 4 مثلا، ان هو ما عملش فرادة اولا، الالكترونات واحد فوق واحد تحت بس مش فرادة اولا، يبقى ده مش مع قاعدة هوند، مش مع حد تاني، يعني ده مخالف مع ده مش مع دولي. مبدأ البناء التصاعدي، لما تلاقي في الالكترونات واحد لفوق والتاني كده، واحد لفوق والتاني كده، لا احنا لازم فرادة اولا مع هوند. ومبدأ البناء التصاعدي، بنسعى للاستقرار وان يكون الالكترون الاول اتجاهه لفوق مش لتحت بالشكل ده، يبقى هنا الاختلاف في الثلاث علماء او الثلاث قواعد دول قدام عينيك. الاستبعاد لبولي ما يبقاش الاثنين في نفس الاتجاه، قاعدة هوند لازم يبقى فرادة اولا، مبدأ البناء التصاعدي ما فيش الشكل ان يبقى واحد فوق وواحد تحت في اوربيتالات مختلفة. فقوم نروح نبص كده على مبدأ البناء التصاعدي، فروح على طول عيني تشوف الالكترون اللي مخالف اخواته، يبقى الاجابة عندي سي. السؤال رقم 12، اي من مجموعات اعداد الكم الاتية تناسب الكترون ذرة هيدروجين مسارة؟ سؤال جميل جدا وبيعتمد على قوة الملاحظة وان يبقى عندك ملاحظة قوية. بص كده، معنى ان الالكترون ذرة هيدروجين مسارة يبقى هو طلع من المستوى الاول راح لحتة تانية، جميل؟ طيب ايه اللي احنا عاوزين نركز فيه؟ تعالى كده بص معايا في الاجابة ايه؟ الان باربعة يبقى هنا الاربعة، ال بتلاتة يعني افتح الجدول فلاقي التلاتة دي معناها اف، سالب 3 ما انا لم سالب ام ال يعني بفتح الاوض بتاعت الاف، 1 2 3 4 5 6 7 في الاوضه سالب 3 ادي صفر في النص، سالب 1 سالب 2 سالب 3 يعني في الالكترون هنا، تمام. والله انا مش شايف ان فيها مشاكل بس خليك للاخر. البي يبقى الاي كده على جنب اهي، انا مش شايف ان فيها مشكله. نخش على بي، الان باربعة، ال باربعة، هل في الان بتساوي 4 يبقى ال ال بتاعته بتساوي 4؟ طب هو ان شاء الله ال ام 4 دي بتاعت مين يعني؟ احنا اخرنا خدنا ان الاس هي اللي بصفر والبي بواحد والدي باتنين والاف بتلاته، يبقى في ال ب4 اصلا هنا، يبقى دي استبعاد بره، مع السلامه كده انت مش معانا. هنا ال ان بخمسه، هل في ال بسالب؟ يعني هل في ال هنا من اللي احنا كتبناهم هنا؟ ما دي قيمه ال ال بسالب؟ لا برضه، مع السلامه. طب هنا ال ان بتساوي 3، حاضر ادي 3 اهو، اكتبها لك اهو 3. ال ال بواحد، معنى ان ال ال بواحد يبقى انا معايا البي، يبقى 3 بي، مفيش مشاكل لغايه دلوقتي. الام ال المستر قال لي افتح الاوض بتاعت البي اللي معايا، لما اجي افتح الاوض بتاعت البي هلاقي 3 اوض، صفر موجب واحد سالب واحد. هل في سالب 2 هنا في الاوض ولا انا مش واخد بالي؟ مفيش، يبقى دي برضه بره. يبقى استحاله يبقى في 3 دول، انما ممكن يبقى الالكترون في فعلا في ال 4F. السؤال رقم 13 بيقول لك ما اقصى عدد من الالكترونات في ذره يكون لها عددي الكم ان بتساوي 2 اللي بتساوي 1. لما اجي اقول لك الان بتساوي 2 اهو، يبقى هكتب هنا 2، ال ال بتساوي 1 يعني الواحد ده يعني البي. بيقول لك اقصى عدد من الالكترونات في ذره يكون لها عددي الكم 2 بي ده، يبقى انا هحتاج ان انا اجيب بقيه التوزيع الالكتروني اللي هو هنا 1s 2s 2b، ال 1s 2 وهنا اخره 6، اجمع يدي لك 10 الكترونات، اقصى حاجه ممكن يشيلها التركيبه دي. طيب السؤال رقم 14 بيقول لك ما الترتيب الصحيح للاوربيتالات في ذره التيتانيوم حسب تزايد الطاقه؟ طالما اللعب على الطاقه يبقى اروح اجمع الطاقه بتاعتي. هنا ال 3s بكام؟ 3 زائد الطاقه يعني n زائد l. هنا ال n بتلاته وال l بزيرو، يبقى دي بتلاته، اكتبها لك بلون مختلف. ايوه هنا كده تلاته، وال 3 b الاجابه بتاعته باربعه، تلاته زائد واحد باربعه، ال 3 دي خمسه، ال 4 s باربعه. عرفت ازاي القيم دي؟ عن طريق ان احنا قلنا ال n زائد ال l، وانا عارف ال l بتاعتي ان ال s بصفر وال b بواحد وال d باتنين وال f بكام؟ بتلاته.
هل يا ترى الأربعة أكبر من التلاتة؟ الخمسة أكبر من التلاتة؟ تمام. الأربعة أكبر من الخمسة؟ الكلام ده مش معايا فدي غلط. نخش على البي. تلاتة، تلاتة زائد واحد أربعة، أربعة زائد صفر أربعة، تلاتة زائد اتنين خمسة. هل التلاتة الأربعة أكبر من التلاتة؟ أيوة. هل الأربعة أكبر من الأربعة؟ لو ثواني قلت لك القاعدة عند تساوي القيم يعني تساوي الطاقات، روح بص على مستوى الطاقة الرئيسي 4 و3، يبقى الفور اس أكبر من الثري بي. طيب الثري دي والفور اس، هل الخمسة أكبر من الأربعة؟ أيوة، دي إجابة منطقية جدا وصحيحة. تعالى كمل سي. الثري اس هنا بتلاتة، الفور اس بأربعة، الثري بي بأربعة، الثري دي بخمسة. بجمع، هل يا ترى الخمسة أكبر من الأربعة؟ هل الأربعة أكبر من الأربعة؟ مستر قال لي عند تساوي قيم الطاقات أروح أبص على مستوى الطاقة الرئيسي، هل المستوى الثالث أكبر من الرابع؟ طبعا الكلام ده غلط. الفور اس أدي أربعة، والثري اس أدي تلاتة، والثري بي أدي أربعة، والثري دي أدي كده الثري دي عندي أدي كده خمسة، اللي تلاتة زائد اتنين خمسة. هل الخمسة أكبر من الأربعة؟ هل الأربعة أكبر من التلاتة؟ أيوة. هل التلاتة أكبر من الأربعة؟ غلط، يبقى الإجابة دي غلط، يبقى الإجابة بتاعتي بي. نخش على السؤال رقم 15. بس قبل السؤال رقم 15 أنا عاوز أحل السؤال اللي هو المقالي رقم 24، وهقول لك ليه دلوقتي. الشكلان المقابلان يمثلا محاولتين من محاولات تفسير التركيب الذري، ما اسم النظرية التي يعبر عنها كل شكل؟ واحد دي بتاعت تومسون، واتنين دي بتاعت رذرفورد، ادي النواة في النص، وادي زي المجموعة الشمسية، وهكذا. رقم اتنين، ما وجه التشابه بين النظريتين؟ والله انا شايف ان المشترك ما بينهم وجود الالكترونات هنا وهنا، يبقى وجه التشابه هو وجود الالكترونات ذات الشحنة السالبة في كلتا الايه النموذجين. خلاص، طيب ده سؤال جميل ما فيهوش حاجة. بقية الاسئلة من اول رقم 15 لغاية بقية الاسئلة دي، ده كان نموذج امتحان 2020. تعال نبدأ نحله وتشوف الدنيا هتمشي ازاي، يعني من اول سؤال 15 لغاية بقية الاسئلة بالمقالب كله، ده كان امتحان 2020 الكتاب بتاع السنة اللي فاتت. نبدأ نحل الاسئلة ونشوف هنستفاد منها ازاي. اي من التوزيعات الالكترونية الاتية تمثل الحالة المستقرة لذر يتحتوي على 8 الكترونات؟ من قبل ما اكمل انا هستبعد ايه؟ ليه؟ لانها لا تتفق مع قاعدة هوند، لازم ان انا اوزع فرادى اولا. هستبعد سي. ليه هستبعد سي؟ لان انا لازم ايه ده؟ ايه الفاضي ده علشان ينط هنا؟ ده كده مش مبدا البناء التصاعدي، ان انا لازم املى مستويات الطاقه الفرعيه ذات الطاقه المنخفضه اولا ثم الطاقه المرتفعه، فبرضه دي غلط. هستبعد كمان دي، لان انا لازم برضه املى مستويات الطاقه الفرعيه ذات الطاقه الاقل ثم الطاقه المرتفعه، يعني انا لازم املى السته دول الاول بعد كده املى الاوضه دي، فطبعا دي غلط. ما قدمنيش غير الاجابه بي، هي دي الحاله المستقره، ما فيهاش ولا غلطه. السؤال رقم خمسه، من الحقائق العلمية المعروفة في وقتنا الحاضر، واحد انشطار، يبقى كل التلاتة دي اوعى تفتكر ان انت هتختار من دول، لا، دي حقائق علمية بقولك عليها. بيقولك ان انشطار ذرات اليورانيوم 235 الى ذرات الباريوم 141 والكريبتون 92. اتنين، ان في يعني بيقولك حقيقة علمية ان انت تقدر تعمل انشطار لذرة اليورانيوم 235 لذرات الباريوم 141 والكريبتون 92. يعني خلي بالك ال 235 بتاعت اليورانيوم اتقسمت لعنصرين جداد، كل عنصر برقم 141 و92. طيب تاني حقيقة علمية، ان اختلاف كتلة نظير الاكسجين 16 عن كتلة نظير الاكسجين 17، يعني الاكسجين 16 والاكسجين 17 الاتنين كتلتهم مختلفة رغم ان هما نفس العنصر، والكلام ده كان بيختلف مع دالتون. مش دالتون قالك ان كتل العنصر الواحد متشابهة؟ طب تعالى بقى يا عم دالتون، ده احنا علمنا عليك ازاي؟ هل انت كنت تعرف حاجة اسمها نظير؟ قالك لا ما خدتش بالي، يبقى تعالى ده احنا علمنا عليك ان لو العنصر الواحد لأكتر من نظير كتلتهم بتختلف. رقم 3، كتلة ذرة الأرجون 36 بتساوي كتلة نظير الكبريت 36. هو احنا مش قلت يا عم دالتون ان كتل العناصر المختلفة بتبقى مختلفة؟ جبنا لك يا باشا كتلة ذرة الأرجون وكتلة نظير الكبريت والاتنين 36، يبقى علمنا عليك ولا ما علمناش عليك؟ علمنا عليك. طب تعالى بص كده، انشطار ذرات اليورانيوم 235 إلى ذرات الباريوم، مش أنت قلت إن ذرات العنصر لو أنت متماثلة ومتشابهة يعني ما تقدرش إن أنت لو فكيت الحديد ذراته
تقدر عادي يديك ذرات حديد، فكيت ذرات النحاس تديك ذرات نحاس. هو انت كنت عامل حسابك ان في حاجه اسمها ذرات اليورانيوم المشعه؟ كنت عامل حسابك ان في عناصر اسمها المشعه وانك لما تعمل لها انشطار تديك عناصر جديده؟ يبقى علمنا عليك 3 مرات ولا لا؟ طبعا الحياه العلميه دي في وقتنا الحاضر ما كانوش معروفه زمان. بيقول لك ما الحقائق التي لا تتفق مع نموذج ذره دالتون؟ حقيقه 1 و2 و3 لا يتفقوا معاه. ما العدد الذري للذره التي تحقق وتحتوي اوربيتالاتها على 3 الكترونات مفرده؟ ايه العدد الذري من دول اللي تحتوي اوربيتالاتها على 3 الكترونات مفرده؟ يبقى انا المستر قال لي ايه؟ كاتبينها في الملاحظات الحلقه اللي فاتت، اي عدد ذري لازم اوزع. وبرضه عشان افكرك، كل الفيديوهات الباب الاول سواء حل جميع اسئله كتاب الامتحان سواء الشرح كله بنجمع في وصف الفيديو في لينك مكتوب لك، هذا اللينك يحتوي على الفيديوهات التي تم شرحها وبالترتيب، هتلاقيه زي في الوصف، دوس على عنوان الفيديو يظهر لك على طول الوصف. هوزع الخمسة وال13 وال15 و21 واشوف فين الاوربيتالات اللي فيها 3 الكترونات مفرده. وزعت لك اهو العناصر الخمسة SS(B1S2)2SC2(B1) ادي 5 الكترونات، لقيت ان مفيش ولا حاجة فيهم 3 الكترونات مفردة، يبقى دي بره. التلاتاشر 1S2(2SC2)2B6(3S2)3B1) برضو هنا مفيش 3 الكترونات مفردة، يبقى برضو دي بره. الخمستاشر 1S2(2SC2)2B6(3S2)3B3 في 3 الكترونات ايه مفردة، يبقى الاجابة عندي 15. الـ21 مفيهوش ولا الكترون مفرد، قصدي مفيش 3 الكترونات مفردة زي ما هو عاوز مني 3 الكترونات مفردة، يبقى الاجابة عندي 15. السؤال السابع، اي من الانتقالات الاتية في ذرة الهيدروجين تنتج الكم الاكبر من الطاقة؟ كل ده بيعتمد على ملحوظة لازم تبقى عارفها، اكتبها كده ورايا. يقل كم الطاقة اللازم لنقل الالكترون من مستوى طاقة الى الذي يليه كلما ابتعد عن النواة، يعني كل ما تنقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة تاني ورا بعض بعاد عن النواة هتلاقيهم بيتنقلوا بسرعة، انما لو هتنقل ما بين مستويين قريبين من النواة هيبقى صعب، هتحتاج طاقة كبيرة عشان تنقله. ليه؟ لان انت محتاج طاقة عشان تتغلب على النواة، فبالتالي اللي خلى الالكترون ينتقل من 1 لـ2 الالكترون في، بص يعني الالكترون النواه ايه ماسكاه من قفاه، احتاج طاقه كبيره عشان ينتقل لمستوى الطاقه الثاني لان هو قريب من النواه، فاكيد كميه الطاقه اللي خدها عشان يروح للثاني وهو راجع هيفقد نفس كميه الطاقه الكبيره. يبقى اجابتنا بتعتمد، واريك برضو الجمله عشان تقراها وتخليها قدام عينيك، يقل كم الطاقه اللازم لنقل الالكترون من مستوى طاقه الى الذي يليه، شرط اهو لازم ما بين المستويين ورا بعض، كلما ابتعدنا عن النواة، يعني كل ما نبعد، ادي النواة اهو وادي مستوى الثاني الثالث الرابع الخامس، لو انت الالكترون من هنا لهنا ممكن ناخد مثلا طاقة كم 2، من هنا لهنا ممكن ياخد طاقة مثلا 6، يبقى شفت الفرق في الطاقة ازاي، لان كلما اقتربنا من النواة زادت الطاقة، كلما ابتعدنا عن النواة قلت الايه الطاقة. وصلت؟ يبقى هنا هو لان الفرق في الطاقة بين كل مستوى طاقة والذي يليه شرط يقل بالابتعاد عن الايه؟ عن النواة. رقم 8، اي مما ياتي يمثل التوزيع الالكتروني لذرة فوسفور مسارة؟ تعالى كده، الفوسفور كام؟ 13. الفوسفور سوري 15، 2 10 15 الكترون. تعالى نشوف ال 15 الكترون بتوع الفوسفور معمولين ازاي. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b3، مش دول 15 الكترون؟ هل فيهم مشكلة في الكترون مش في مكانه؟ يبقى دي ذرة مستقرة، يبقى دي غلط. السؤال اللي رقم بي، 1s2 2s2 2b6 3s2 كده كام؟ 12. 3bx1 3by1 3bz، مش هم دول كلهم اللي هم المتفككين اكس واي وزد هم اصلهم 3b، بس احنا فككناهم لقاعدة هوند برضو ذرة مستقرة، يبقى دي بره. السي 1s2 2s2 2b6 3s2 3b2 4s1، يبقى مش مفروض ان 3b بيتملي ب6 وانت اخرك 3، ليه ما حطيتش 3b3؟ ليه خليت الالكترون ينط يروح في مستوى طاقه تاني؟ يبقى دي الذره الايه؟ المساره. طبعا دي 3b3 دي طبعا غلط خالص. ليه غلط؟ دي غلط لانها لا تتفق مع قاعده هوند، لكنها ذره يعني 3b 3 الكترونات عليها 3 الكترونات ما لهاش علاقه بالاثاره اقصد يعني. السؤال رقم 9، السؤال رقم 9 من تعديلات النظرية الذرية الحديثة على النظريات الذرية السابقة لها، يعني نظريات الذرية الحديثة بتاعت شرودنجر وهايزنبرج الكلام ده كله، العلماء اللي هم بتوع النظرية الذرية الحديثة مالهم من تعديلاتهم ايه؟ قال لك التعديلات بتاعتهم ان الالكترون ال11
في ذرة الصوديوم يستحيل تحديد موقعه وسرعته معا بدقة كبيرة؟ على فكرة أيوة، هو مش هما كانوا متفقين في العالم هايزنبرج لما قالك مبدأ عدم التأكد يستحيل عمليا تحديد موقع وسرعة الإلكترون معا بدقة، بس هو بيلعب معاك بيهزر معاك جاب لك ذرة 11. أيوة فعلا دي كانت من تعديلات بتاعتهم. هل يا ترى من تعديلاتهم إن الإلكترون سالب؟ لا، هما كان الإلكترون سالب ما اتغيرش، الذرة معظمها فراغ ما اتغيرتش، الفراغات بين مستوى الطاقة مناطق محرمة تمام على الإلكترون ما اتغيرتش. رقم 10، التوزيع الإلكتروني المقابل لا يتفق مع نقط. بص كده، طالما الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه يبقى ليهم اعداد الكم الاربعه متشابهه، وده كان بيختلف مع مين؟ بيختلف مع مبدا الاستبعاد لباولي. طب ما تقول لي يا مستر ليه مش قاعده هوند؟ اقول لك قاعده هوند قالت لك ان اللي يجب ان يمتلئ مستويات الطاقه الفرعيه ذات الطاقه المنخفضه ثم الطاقه المرتفعه. يبقى انت عندك مبدا الاستبعاد لباولي ان اتنين الكترون مع بعض ما يبقوش في نفس الاتجاه، لان كده هيكونوا ليهم نفس اعداد الكم الايه؟ الاربعه. طيب يبقى السؤال رقم، يبقى هنا الاجابه 10 هتبقى ب. السؤال رقم 11 بيقول لك تحقق العلماء من وجود الكترونات وبروتونات ونيوترونات في الذره في القرنين التاسع عشر والعشرين، فاذا مرت حزمه رفيعه من كل منهما في مجال كهربي كما بالشكل المقابل، يعني عدينا حزمه من الدقائق الالكترونيه والبروتونات والنيوترونات، الالكترونات سالبه البروتونات موجبه النيوترونات متعادله، وحطينا هنا مجال كهربي قطب سالب وقطب موجب وادي الأشعة هي بتعدي، الحزمة دي فيها السالب فهتلاقي ان الالكترونات انجذبت ناحية الموجب، يبقى هنا الالكترونات، البروتونات الموجب هتنجذب ناحية السالب لانها بروتونات موجبة، انما النيوترونات المتعادلة تعدي برنسيسة مفيش اي مشاكل بالنسبة لها لانها مش هتتأثر بمجال كهربي او قطب سالب او قطب موجب. السؤال اللي بعده بيقول لك اي من هذه الدقائق تنحرف بدرجة اكبر مع التفسير؟ هنا الدقائق يا ترى مين اللي هينحرف اسرع، الالكترونات ولا البروتونات ولا النيوترونات؟ الالكترونات بسبب كتلتها الضئيلة الخفيفة اللي هتنحرف بدرجة اسرع. السؤال رقم 12 ايهما يفضل في التعبير عن نظرية رذرفورد للتركيب الذري، شكل واحد ام شكل اتنين مع التفسير؟ قلت لك في اسئلة بنك المعرفة ان التفاح ده هو ده رذرفورد اللي يفضل، عندك شكل اتنين ده العالم بور، شكل اتنين ده العالم دالتون. طيب طبعا مع التفسير هتقول له لان ذرة اللي هو شكل التفاح بيعبر عن ذرة او يعبر عن اكتشاف النواة الذي اكتشفها العالم رذرفورد خلال التجربة الخاصة به. السؤال رقم 2 بيقول لك ما النظرية الذرية التي يعبر عنها الشكل رقم 3؟ تقول له العالم بور او نظرية ذرة بور مع التفسير لانها تعبر عن مستويات الطاقة الرئيسية. سؤال رقم 12 جايب لك جدول بيقول لك ايه من البيانات، فانا عملته لك على كبير اهو، تعال نشوف هو عاوز ايه. الجدول مديك عدد الكم الرئيسي، عدد الكم الثانوي، عدد الكم المغناطيسي والاوربيتال، يعني هو ده بالظبط كانك انجلش وبالترجمة. 2 ادي عدد الكم الرئيسي، 1 يعني مستوى البي، سالب 1 ففتح السالب 1 فتح اللي هو البي وقال لك 0 في النص موجب 1 سالب 1، وبما ان هو سالب 1 يبقى على المستوى اكس وواي وزد، يبقى الالكترون في المستوى اكس ف2 بي اكس. صعبه؟ تعال نترجم نفس الفكره، الان 1 يبقى اكتب 1، استنى اعملها لك بلون مختلف، 1 يعني 1، 0 والله قلت لك احفظ الجدول ده بتاع قيم ال، الاس ب 0 البي ب 1 الدي ب 2 الاف ب 3 تمام، هو الكلام على مين؟ على 0 يبقى اس يبقى 1 اس ام ال صفر، خلاص مفيش مشكله انا كده تمام بالنسبه لي مفيش مشاكل خالص، سيبها كده خلاص. اللي بعده 4 يعني المستوى الطاقه الرئيسي الرابع، جميل. بيقول لك الام ال بموجب 3، معنى ان الام ال موجب 3 يعني 0 في النص موجب 1 موجب 2 موجب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3، ده بيفكرك بمين؟ بيفكرني بالاوربيتال اف. هو بيقول لك في الكترون هنا في الموجب 3 ده، يبقى طب والاف مش ده كده الاف، فهمت يعني جبنا الاف ازاي؟ الاف دي بقيمه بكام في ال؟ ب 3، يبقى اكتب هنا 3. يبقى انا الام ال فتحت لي بسبب ال ب 3، يعني الام ال موجب 3 فتحت او اكتب كده الملحوظه وقلتها لك واقولها مليون مره، اول ما يقول لك الام ال افتح الاوض، افتح الاوض موجب 3 اروح اعمل 0 في النص موجب 3 سالب 3، الموجب 3 دي بتبقى موجوده في الاف، الاف بكام؟ ب 3، حطيت 3 اعوض يبقى 4 اف بس كده. هنا 2 بي واي 2 بي واي سوري 4 بي واي، يبقى هنا المستوى الطاقه الرئيسي ب 4،
البي بقيمتها بواحد، يبقى اكتب هنا واحد. واي واي يعني في القيمة بتاعته بصفر، الام ال بس خلاص. اللي بعده تلاتة، هنا تلاتة يبقى تلاتة مستوى الطاقة الرئيسي. اتنين يعني دي، اكتب دي. سالب اتنين، افتح الاوض بتاعتي الدي اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، صفر في النص، موجب واحد موجب اتنين، سالب واحد سالب اتنين. معنى ان في الكترون في سالب اتنين، يبقى الالكترون هنا، يبقى الكلام على ده تمام. يبقى انت اقصد 3 دي خلصت، ممكن تقول له 3 دي كمان واتنين الكترون، بس انت خلاص كده الاوربيتال بتاعك 3 دي بس كده. هو ده الجدول. السؤال رقم 14، وضح القيم المختلفة المحتملة لعدد الكم ال للمستوى الرئيسي ان بتساوي 5. حاضر، ال ان بتساوي 5، يبقى قيم ال ال بتاعتك هتساوي من ان من 0 الى ان ناقص 1، فهقول له 0 الى 5 ناقص 1 4، يبقى من 0 الى 4، يبقى عندي قيمة 0 او 1 او 2 او 3 او 4 اركنة على جنب. انت خدت القيم المحتملة بتاعتك اللي هم دول، اللي هو بإس وبي ودي واف، اللي هو الاس بصفر، البي بواحد، الدي باتنين، الاف بتلاتة. يبقى عندك القيم المحتملة في المستوى الخامس انه يبقى 5S و5B و5D و5F. نخش على السؤال رقم 15، بيقول لك في الشكل المقابل اي من العمليتين اكس وواي، ادي اكس نازله لتحت وواي طالع لفوق، يلزم لحدوثها فقد الطاقة. فقد الطاقة يبقى من مستوى الطاقة الاعلى لمستوى الطاقة الاقل، يبقى الاجابة اكس. وما الاسم العلمي الذي يطلق على هذا المقدار من الطاقة؟ الكم او الكوانتم. السؤال رقم 16، 16 بيقول لك الشكلان المقابلان يمثلان حالتين لانبعاث الضوء الاخضر والضوء الاحمر بدون ترتيب، يعني الضوء اكس والضوء واي في منهم واحد اخضر واحد احمر بدون ترتيب من عودة الكترون مسار في ذرة الهيدروجين الى حالته المستقرة، ايهما يمثل الضوء الاخضر مع التفسير؟ اولا الضوء واي تردده اعلى، مش شكله، يبقى وهنا التردد بتاعه قليل، يبقى الطول الموجي بتاعه كبير، وهنا الطول الموجي بتاعه كبير. طيب يعني انا دلوقتي انا عاوز اعرف انهي اكبر في التردد، الاحمر ولا الاخضر؟ احنا خدنا في الوان التيف الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق، فاكرين النيل في شرح بور بنفسجي، قلنا الاحمر ده اطول طول موجي واضعف واحد واقل تردد، يبقى الاعلى في التردد ده الايه؟ الاخضر. يبقى الاجابه عندك الواي هو الضوء الاخضر، لانه اقل في الطول الموجي واكبر فين؟ في التردد. السؤال الاخير 17، جميل جدا، بيقول لك الشكل المقابل تمثل ثلاث اوربيتالات مختلفه في احد الذرات، اكمل اسفل الشكلين 2 و3 بما يناسبهما مع مراعاه الاحجام الذريه للاوربيتالات. عاوز افكرك بالشكل ده، كان الاوربيتال 1s شكله كروي، لما طلعنا 2s بقى شكل الكره كبير شويه. هنا نفس الفكره، هنا شكل الكروي 3s. طيب في هنا ده بي وده بي، بس الاثنين مالهم؟ على نفس الطول. يعني بص لما يبقوا على نفس المحور كده واقفين بيبقى على ايه؟ على الواي. يبقى كده احنا متفقين ان دي بي واي ودي بي واي، بس هنا 2 بي واي وهنا 3 بي واي، علشان الفرق فين؟ في الطاقه. يا رب اشوفكم دايما على خير، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه. ما تنساش التم بتاعتنا ولايك الفيديو، بيخلي الفيديو ينتشر اكتر واكتر، دعمك ليا بيفرق كتير. انضم لجروبنا على الفيس كيمستري الحسام، ما تنسوش في الوصف هتلاقي تجميعة الفيديوهات عشان لو في حد عاوز يراجع على فيديو او فيديو ناقصه. اشوفكم دايما على خير، وصلوا على النبي والسلام عليكم.